بعد كم شهر من نهاية الحرب العالمية الأولى، صحيت فرنسا وشعبها يوم 19 فبراير سنة 1919 على مفاجأة من العيار الثقيل. المفاجأة دي كانت عبارة عن محاولة اغتيال فاشلة استهدفت الوزير الأول ووزير الحرب جورج كليمانسو. الوزير ده كسب شهرة كبيرة في بلده بفضل إنجازاته السياسية اللي عملها على مدار الفترة اللي تولى فيها المنصب ده، وكان قائد قوي لفرنسا في فترة الحرب الكبرى اللي انتصر فيها الحلفاء على قوى الإمبراطوريات الوسطى. تعالوا نعرف مين اللي دبر محاولة الاغتيال دي وإزاي كانت محاولة فاشلة. بس تعالوا في البداية نعرف مين هو وزير الحرب جورج كليمانسو اللي كانوا عاوزين يغتالوه. جورج كليمانسو أثناء مسيرته السياسية شغل مناصب كتيرة قوي، منها منصب الوزير الأول بفرنسا بمناسبتين. وبعد ما قضى فترة أولى ما بين 1906 و1909 في المنصب ده، رجع من تاني السياسي الفرنسي زي ما كانوا بيسموه، لأنه كان من أبرز الوجوه الراديكالية المستقلة عشان يتولى نفس المنصب تاني ويبقى الوزير الأول في الفترة ما بين 1919 و1920. من جهة تانية قدر كليمانسو أنه يسجل وجوده على الساحة السياسية بقوة وقت قضية دريفوس الشهيرة في بداية القرن العشرين، وكان تم تصنيفه بأنه واحد من أهم مؤيدي مبدأ فصلة الكنيسة عن الدولة وإنهاء تدخل رجال الدين بالتعليم. ومع نهاية الحرب العالمية الأولى اللي اتقتل فيها حوالي 1.4 مليون جندي فرنسي، لقبوا وقتها بأبو النصر، لأن وقت المفاوضات اللي نتج عنها توقيع معاهدة فرساي طالب كليمانسو بالنصر الشامل على ألمانيا، وأكد على ضرورة حصول بلاده على تعويض مادي وتجريد الألمان من مستعمراتهم وتسليحهم وإعادة إقليم الألزاس لورين اللي خسروا الفرنسيين لصالح بروسيا في الحرب البروسية الفرنسية سنة 1871 لفرنسا مرة تانية. نيجي بقى لمحاولة الاغتيال الفاشلة. المحاولة دي كان الغرض منها هو تسليط الضوء على ظروف العمال في البلد وازاي حصل تنامي في نفوذ الأناركيين اللي نجحوا في اغتيال كتير من السياسيين في فرنسا. في الفترة اللي تولى فيها كليمانسو منصب الوزير الأول ما بين 1919 و1920، كان متعود أنه يخرج من بيته اللي موجود في شارع فرانكلين بنجمين بباريس كل يوم تقريبا الساعة 8:30 عشان يركب عربيته الخاصة ويروح وزارة الحرب. وفي الطريق تقف العربية للحظات عند مفترق طرق باسي بسبب حركة المرور وسكة التروماي الموجودة في المنطقة. في الوقت ده كان الشاب الأرناكي إيميل كوتين واللي كان عنده وقتها 22 سنة على دراية بتحركات كليمانسو، لأنه كان بيراقب تحركات الوزير الفرنسي على مدار أيام، وكان شايف إن الوقت اللي عربية كليمانسو بتقف فيه في مفترق باسي هو أنسب وقت عشان يغتاله. وفي يوم 19 فبراير سنة 1919 عدى إيميل كوتين من جنب عربية كليمانسو في المفترق وطلع مسدس وضرب عليه رصاص كتير قوي. وبناء على تقرير الشرطة الفرنسية أكدوا أن كوتين ضرب 9 رصاصات على كليمانسو اللي أصيب بإصابة خطيرة دخل بسببها العمليات، وبالرغم من أن الجراحين قدروا أنهم ينقذوا حياته إلى أنهم عجزوا عن استخراج رصاصة فضلت موجودة بالرئتين وفضل عايش بها في جسمه. وطبعا الشرطة الفرنسية قدرت أنها تقبض على كوتين، ولما حققوا معاه اعترف أنه فعلا عمل كده، واللي عمله كان رد على سياسة كليمانسو اتجاه العمال المضربين بمصانع السلاح، وكمان بسبب تصرفات الحكومة الفرنسية اللي حملهم مسؤولية مقتل أكتر من 1 مليون فرنسي في الحرب العالمية الأولى. المحكمة وقتها أصدرت حكم بإعدامه، وبعدها الحكم تخفف وبقى 10 سنين سجن. وفي الثلاثينات انتقل كوتين لإسبانيا علشان يشارك في الحرب الأهلية، وهناك اتقتل سنة 1936 في معركة من المعارك اللي كانت بتحصل في الوقت ده.